اشتقنا لكم كثير. نتمنى ان تكونوا انتم كمان اشتقتوا لنا وتكونوا محضرين حالكم لحلقه اليوم. عالمايا عالمايا على عيني يا ملايا يا بنيا بلا سقيني عطشان بدي مايا. الله الله. بتعرفي انه المي حياة الانسان؟ طبعا. البحر ميته زرقاء بالنهار لانه السما زرقاء، وهي المي لي زرقاء مع انه السما سوداء. بتعرفي يا اما حيطان البسين مدهونه زرقاء يا اما المي مصبوغه زرقاء. ايه بس معقوله حنفيه بتنزل مي زرقاء؟ قولي معطوشه ولوشه كل شي معقول. جربنا الحالة اللي فيها تعاطف الناس معي أساس إني مصاب، لنشوف هلأ الحالة الثانية شو بده يصير. غيرنا الفكرة شوي. ماشي وينه؟ ليك ليك. ها؟ ما أخي؟ ما أمشي حالك. أعطيك العافية، بس أنا كثير بتضايق من الدخان. إي على راسي. دايما دايما. ايه حبيبي. ايه انت بتطلع لما شو بتطلع بي... على الكرسي بيحشيني عدوي ويمد رجله شوي. اخ بحسن ولا افتح له ما بيقعد بالارض. ايه يلا اخ ما فيني. لا ما فيني. روح لا. ايه شباب جبنا القشات تبع هدول. بينفتح معك الغطاء؟ ايه لك بينفتح بس ما فيك تطلع هيك. شلون؟ تقعد من ورا هيك حبيبي. وينك؟ اسمع 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 انا ما فيني شيء بس هذا بدي انصب عليه. شو على كله ما فيك شيء يا زلمه؟ ما في شيء كله هذا خيل بدي انصب عليه مصاري. له معي له معي مصاري. أيوة. بدي عم اجله وينتبه علينا وينتبه علينا اساس عم تطالعني. اوكي ايوه عم بنصب عليه نصبه منيحه. هلا هلا برجع. هذا حقك. هذا شو كله هذا ما في شيء هذا ما في شيء ما في شيء كله هذا خيل. مثل ما عم حاكيك لك مثل ما عم حاكيك. ها ان شاء الله الله يسمع منك. مبين شيء؟ شو 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 شو؟ ابدا. نصبه هي هي انصب عليه. هلا عامل حالك انه عم تطالعني انت. مرحبا. هلا عيني حبيب. معيتك شركه. انا فايت هلا اجيب ورقه الخروج من جوا. ايه بس معيتك عينك عليها يعني. ضل معه. بدك تطول انت؟ بدك دقيقتين. دقيقتين عندك. اوكي عينك عليه يستر عرضك. شو قلنا؟ فايت لجوا اجيب ورقه خروج. ايه
خلي عينك عليه. شو؟ قعدت انا. طلع هون. عادي عادي. ها؟ عادي عادي. عرف شيء عرف شيء؟ قلت له شيء؟ وينه؟ قلت له شيء؟ لا شو المصلحة؟ ها؟ ما قلت له؟ شو اللي مصلحة؟ ما قلت له شيء؟ ورقة؟ تعال لا. ما صبته مو محزة، قلت له 500,000. يعني شو هو درب السيارة ولا شلون يعني؟ درب السيارة على أساس هيك يعني؟ مين؟ أساس درب السيارة يعني هيك؟ لا مو أساس، ابتزاز يعني فكرة؟ يعني عم ببتزه؟ يعني ضربك سيارة لا سمح الله؟ لك لا ما ضربني ولا ضربته، هذا تعرفت عليه أنا مو هون. كنا عم نشتغل وياه برات البلد. حلو. له معي مصاري. عرفت شلون؟ له معك مصاري. ايه شي 500,000. كل يوم بيجي لعندي، شو صار معك؟ يوم بقول له عن بيت خالتي، يوم ولدت خالتي، يوم ولدت عمتي. كل يوم حجي ايه المهم. ايه هلا قلت له انا مجبصان كذا، قال لي جاي لعندك على المستشفى. اجا بده يحملني. بأي وسيلة بده يحملني مشان يوقعني. انا ما بدي وقع. عرفت كيف؟ فهمت عليك. ايه نصبة يعني هذه. بده منك 500,000. 500,000. هو وينه يعني ماله تمام. طفي سيارة. ايه طفيها. خلي رضواني يقول له انه انا كمان بدي انصب عليه. ايه اهلين تعرفه؟ مين انا شوفير؟ ايه عنا بالخط. ايش في خط لهدول؟ لك الجبل كله من هدول عم نشتغل. اوف لك انا ما بدي اطلع على الجبل يعني نحن ولوين لك؟ ها؟ لوين؟ على تحت على المدينة؟ ايه ما مو مسموح لنا نفوت على المدينة. ليه؟ لا مو مسموح لنا. ننزل على المصرف؟ الشارحينات مو مسموح له بعد 7 المساء. بقعد معك بضل بعد 7. وانا شو ما بدي اشتغل؟ شو بتحمل ركاب لما بضاعة؟ لا ركاب كل شخص انا بقعد ورا. كل شخص بيطلع معنا دقيقتين مصلو 25 ليرة كل شخص. ابدا للجبل ابدا. ولو كان هيك عامل حاله؟ لا فاضي ما فاضي ابدا. 25 ايوه. قديش معنى بدك تاخذ منه لهذا هلا؟ شي 500 ورا. خذ منه خورفه. والله كنت واقف قدام الفرن. ايه شو صار معه؟ ماشي اقعد ما لك. شو صار معه؟ مرضي يحركها؟ حاول يمشي هو شيء. لا 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 اسمع لله. هلا هو اكل علي 500,000. فاهم علي؟ لا يهمك. بس انا لقطه بمليون ونص. يعني وين جاي العار؟ فانت خليك معي وحلاوتك معي بالزول، بس لا تخلي لي اياه. انا عندي طلب والله ما فيني. لا تخلي لي اياه يمشي دقيقتين انا بكون عندك. انا 2:30 لازم امشي عرفت علي؟ ما بفهم. يلا روح. دقيقتين روح. يلا. شو؟ ايش الحال؟ وينه؟ راح لوحده وين تاخذ؟ شو بدي اخذ؟ ورق خروج. ايه. راح اجيبه قال لي واحد وعدني قال لي تاخذ. ايه. ان شاء الله ما يطول. انا قلت له 2:30 عندي طلب بيمشي. وين؟ عندي طلب. كمان هيك مثلنا؟ لك مرتبط بالعالم مع موباي انا مرتبط. وينه؟ مع ابني. معه سيارة؟ لا لكو. تركت عند الفرن. ها في نصبة ثانية يعني؟ حلو النصب. انا اخي الموباي بيعمل كرتة بوزع الارقام يعني. الو. ايه. ماشي يلا. اوكي انا بجيبهم منه. ايه. معلم. الو. خبروني انه لازم تملص. شو بدنا نساوي؟ شلون تملص يعني؟ بدي املص منه. لانه قال منتبه على القصة. شو؟ هجيب سيجارة بس. تعال لك تعال لك لي دخان تعال لك. شايف هو اللي مرص. شايف اخونا تبع سوزوكي هو اللي مرص. قال لك لحاله وقعت بين 2 نصابين ما بدي اياها. وين النصاب رضوان؟ رضوان؟ راح زبون. انت بدك تنصب علي وانا بدي انصب عليك. قال لي بس لحظة اجيب شغلة من السيارة. ركب سيارته وأبع.
الفنانين عادة بيكونوا مرهفين الإحساس، وأكيد فريق طوشي ولوشي ما رح يتركن بحالهم، بحطهم على المحك بالظرف المناسب والوقت المناسب. مدير أعمالي مرزوق. أستاذ بدر. فادي بدر. فادي ما أستاذ. فادي صديقي مطرب وهلأ تعرفت فيه. ما طيب نستنى. مونتاج. قال جاي هلا؟ ما بعرفه أنا. أنا ما بعرفه. دقت لي زميلي ممثلة يعني. صديقي هي قالت لي إنه في هيك أنا ما فهمت منها شيء. وزين قال قلت أعمله هون؟ لا. اشتغل معه هي. اجينا مشان بده يساوي سي دي لرضوان. نشوف هلا مجرد ما اجا انا لحالنا نجيب له شغله هيك بيدنا ماله حلو معنا سمعت انه بحب بطل بحب ال والله هيك سمعنا ما جبت معك شيء وجبت عامل لأني هني مو مساوين اللي يساووا يطبعوا سيديات هو متوكل الامور فبده بده يعملوا سيديات ايه جايبين دجنه جد اذا هو مطرب بتمرقوا على دجنه معقول بده يمرق على دجنه مشان لا يمرق هو يمرق انا ما بدي ليه خي انا اهم عالم الموسيقى العالم العربي عاملين لي شغله كيف بدي امرق على انت مو بدي مو بدي اعمل لك سيديا لا يا خي لا انا عامل سيدي انا ملحن لي رياض الهمشري وعامل لي اغاني وعاملهم وين محروس همشري هلا الموضوع هو انه هو عنده شركه انتاج بيعمل اخي من قريب بنقول لك اياها بالعربي الفصيح بلا واسطه ما بيمشي الواحد معلش عفوا معلش عفوا يعني نحن زملاء انت مطرب وانا مطرب انا بجوز انا اكون عفوا انت احسن مني انا احسن منك لا 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 عفوا انا يعني جماعته كل واحد 1000 دولار لك يعني تشنكش ايوه لك كم واحد مني مش ثلاثه معه بيجوا انا قلت له لا ثلاثه كل واحد على جنب كل واحد على جنب كله معلش ما بيروحوا خساره طيب انت قبض منك ال 1000 كل واحد انت اذا معك شيء تشوف معلش احكيك دغري مدير اعمالك بيعرفه ما بنقدر ما اذا معك شيء عطيه بيعطيه لك لا هو يعطي زلم يعطي اللي معه هو يعطي ايه عن طريق مدير اعمالك يعني. نحن بدنا نقطعك تقطيع علم بدنا نجي نعطيه لك مو له مو له هو ما عنده علم اللي حواليه بس ايه بدنا ندفع له نحن قلنا بده ربع ساعه ليفوت من باب الاوتيل لهون نحن بدنا ندفع له لا مش لاله بس اللي معه الله يظبطونا ليك ليك على تفضح الدنيا وهنا يقعد يضرب يقعد يضرب يخرب علينا مشان مين هيدي خطيبتك واثق منها؟ واثق منها؟ خطيب عفوا يعني ما بتحكي لحدا؟ لمين بتحكي؟ لرفقاتها اذا حدا دري بتخرب علينا ها يا اخونا الله يخليك اذا حدا دري بتخرب علينا لا دخيل عينك ها هلا عدلتوا اخر واحد انا لما مولما لا يا محلى هالجبليه هالجبليه حبيبي مبسوط طيب هو ما سمعنا بس نحن نسمعه ايه بغني والله بغني مو مدير اعمالي ناطرين ينفعوا حتى يعرفوا بس ان شاء الله نفكر الفن صفي مثل الاول فريد الاطرش ما دفع ولا ليره عن جد عبد الحليم طلع بجهوده يا حبيبي اذا بدنا نحن هلا بس هي ما بتعرف تحكي بدون ما تعيط للواحد انت عم تحكي له شايفك وانا شايفه بس ايه. انت انا ما هو بينزعج من ايده روح على كتفه من كتفه من هون يا استاذ جد يعني في من يا سيد فادي يا سيد فادي ما خيي لحظه الله يخلي لك انت مش خيي الله ابو بدر بحاله ايه ليك إيه؟ انت مش جاي انت ويلا تقدمه إيه؟ انا خيي انا متنازل له لا تخبص علينا رجاء بحياه اجى المنتج بحياه الغوالي لا تقول لحدا مين انت الغوالي شو يعني الغالي عليك غواري
غوالي. غوالي مسلسل هذا كان اسمه خوالي. شايفه شاركنا 10 دقائق بخيل اللي خلقك ما بقدرني ما بقدر 10 دقائق اخي ما بتنزل منك ما بقدرني بس انا الي طلب عندك ما تحكي معه للمونتير ما تقول له انه الاخ هون انه بده دخيل اللي خلقك ما بقدرني ما عم شو عم بدي شو عم انت عم تحكي لي ما تضرني يا خي حبيبي جيب لك معقم يعني شو عم يا خي ما دخل انت ايدك اطهر ايد بالعالم ما بتضرني ما مو اطهر ايد يا خي هيك هيك عشان تسمعني حبيبي شو بدك شو بدك تقدم اليوم شو بدك بدي اقدم اعتذاري صراحه بدي اقدم فروض الولاء والطاعه لهيك مطرب لا ما شرط اذا انت في انا انا بعت لي حدا هو عم يحكيني يضرني كاني اعمى يعني كل ما بهذا بدي يصير اعمل له ايه عرفت ايه فاهم عليك انت بدون ما والله بخشت لي ايدي انت ما عم تنتبه علي انا عرفت ليه هو قاعد بعيد عنك في عادي في ناس فيها عادي هي عم تحكي ها عرفت صح بلال ليش عم تنزعج بس فهمني شو اللي عم يزعجك ما عم انزعج خلص انت مزعوج لا شو رايك ازعجك بزعجك لا احكي احكي شو بدي احكي؟ فكرت عم تعملي مساج هيك بدي اقرا عم بدي اقرا بنعومه انا هيك عادي عادي عنده عادي عادي انا على طول بحفلاتي بده يتفق مع حدا بعدين هذا نوع من الود استاذ نوع من الود وال 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 قالوا لي هاني الود هاني انت وفات قلبك اللي بدي وصلك لقلو انت لما بتغني هلا شيل المزعج انا لساعة عم بمزح معكم وعم نضحك وكذا اقول لك شغله ما بدي اسمع راي حدا ما بحب اسمع راي ان شاء الله هلا في مطرب محترم مثل حضرتك ابو غره هذا حتى لو دفع مبيعات اي نعم لانه بتمسخر على زملائه الفنانين انا لما تكون انت زميلي بدي ادفن حالي بالحياه علي انا قاعد استاذ عمر بس دقيقتين استاذ بس دقيقتين احكي لنا كل بلال وين جوال ولا ما بقول بيعرض هذا خليه 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 خلي تركه 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 خليه وين الجوال خلص روح بعتك يا بعت لي بلال لا مطرب ولا نزلح في شيء هذي غني غني لا يا بلكي لا شو واحد تاني عود انا بقيمه شو شغلتك لك شو شغلتي انا حبيبي نحن اخوي عود خلص عود تخيل هلا المنتج فايت وشافك عم تقيم جوال لمطرب الو هذا ولا جواله الو رجعوا لمحله رجعوا لمحله رجعوا لمحله هي رجعوا لمحله انا بجيب خلاص اتركوا مرقني اتركوا خلاص بس بقى بس اتركوا 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 خلاص يا خيي ابني هذا لك شيء ما اعطيكوا جوالك معه خلاص اتركوا يا خيي خلاص بقى عود بس عود نستنى المنتج خيي خلاص بقى نستنى المنتج خلاص كثير طولت بالي عليكم بس خلص بقى حبيبي عم تركوا يا الكاميرا خفيه وينها لك بلا هبل لا بلا هبل شو بدي اقول الكاميرا انا ما تواخذنا معلم خلص مشاهدينا عم نعرف انه الوقت الحلو بيقطع بسرعه وقتنا اليوم قطع بسرعه